الرئيس السيسي يصل إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين، ومن المقرر أن يركز على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية. بمشاركة أكثر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم، المؤتمر العالمي للسكان يختتم أعماله بالعاصمة الإدارية الجديدة. كييف تدين الانتخابات الروسية في المقاطعات التي تسيطر عليها، وواشنطن تؤكد أنها لن تعترف بضم موسكو لأي أراضي أوكرانية. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بمشاركة مصرية رفيعة المستوى تنطلق اجتماعات قمة مجموعة دول العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. قمة تأتي في ظل حرص مصري على التواصل مع مختلف التجمعات الإقليمية والدولية وانفتاح يسعى لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية على حد سواء. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. وتأتي مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظروف دولية دقيقة، وكذلك العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20 والتي ستعقد بمدينة نيودلهي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تعقد في ظرف دولي دقيق، كذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند. ولدى وصول سيادته العاصمة الهندية نيودلهي، كان في استقبال سيادته كبار رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في الهند. تناقش قمة مجموعة العشرين عددا من الملفات السياسية والاقتصادية في الوقت الذي ستركز فيه الهند باعتبارها الرئيس الحالي للقمة على قضية التنمية المستدامة. يأتي ذلك فيما تطرح الولايات المتحدة خلال القمة عرضا بشأن تخفيف الديون والتكنولوجيا وإصلاح البنوك واتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ. قمة تأتي في ظرف دولي عصيب في ظل أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية ومناخية ومشكلات متراكمة تبحث عن حل أو توافق. وتبدو القمة الحالية لمجموعة دول العشرين التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي تبدو استثنائية من حيث ملفات والقضايا محل النقاشات، رغم الغياب الكبير للرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين. باعتبارها تترأس القمة لعام 2023، تريد الهند التركيز على التنمية المستدامة بالإضافة إلى تدابير لنشر النمو الاقتصادي بشكل أكثر توازنا بين البلدان المتقدمة والنامية. كما أن قمة نيودلهي تأتي كفرصة أيضا للهند في تقديم نفسها كقوة عظمى ووسيط يعتمد عليه، رغم تحالفها مع روسيا والصين وموقفها من الأزمة الأوكرانية، حيث رفضت الإذعان للعقوبات الغربية على موسكو.
من جانب آخر، يبدو أن غياب الصين صار فرصة مفاجئة وسعيدة للولايات المتحدة لتستعيد قوتها الناعمة، وهو ما أشار إليه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي قال إن بلاده ستشارك في القمة ومعها عرض قيم بشأن تخفيف الديون والتكنولوجيا وإصلاح البنوك واتخاذ إجراءات بشأن أزمة المناخ. وتتضمن الحزمة الأمريكية إعادة هيكلة الديون السيادية للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي يقول سوليفان إن الدول ستستفيد من أكثر من 200 مليار دولار. وسوف تشهد القمة ضغوطاً على الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها من أجل توفير 100 مليار دولار لتمويل الدول منخفضة ومتوسطة الدخل سنوياً لمواجهة تغير المناخ. هي قمة مصيرية سيحاول خلالها المشاركون تحقيق أهدافهم، لكن يظل حلم التوافق بشأن القضايا والأزمات الدولية مثار شك كبير. للمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، بعد التحية، الرئيس السيسي سيشدد خلال المشاركة في هذه القمة على أهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ. بداية، كيف ترى الخطوات لتحقيق ذلك والرسالة وراء المشاركة المصرية في قمة مجموعة العشرين؟ الحقيقة يعني إن في تحرك ملموس من جميع الدول النامية لتكون في نظام دولي جديد، لأن النظام القديم عانت منه كثيرا. صحيح. النظام القديم كان نظام برايتن وود بعد الحرب العالمية الثانية، وكان بيعتمد أساسا على الذهب وعلى الدولار. وبعدين أمريكا أعلنت في 1970 اللي كانوا يسموها نيكسون شوك، الغطاء الذهب ما عادش للدولار، أصبح الدولار هو نفسه ذو قيمة الكل محتاج له. الحقيقة النهاردة مجموعة العشرين بتحاول توجد سبيل لكي تعيش، لأن يعني الحصول على الدولار أمر صعب جدا في ظل عدم وجود النمو. دول طامحة في أن تكون تحت الشمس، ولكن الظروف لا تسمح، والتكنولوجيا متقدمة تتسارع، ولا يوجد سبيل لهذا. الحقيقة مجموعة العشرين ومجموعة البريكس وهكذا، هذه المجموعات يمكن أن تحدث تغيرا فارقا في الموضوع. صحيح. طب سعادة السفير، يعني يأتي انعقاد قمة العشرين في ظل أزمات عالمية متلاحقة تلقي بتداعياتها السلبية على الدول النامية مثل ملف الاقتصاد، الغذاء، الطاقة، ما الذي يمكن اتخاذه من قرارات لحماية الدول النامية من هذه التداعيات؟ والله الكلام اللي حصل في موضوع البريكس كان كلاما مفيدا جدا، اللي هو التعامل بالعملات المحليه في صحيح. في بعض الامور. هذا امر مفيد جدا للدول الناميه، احد الحلول لانقاذ الموقف وعدم الاعتماد الكامل على الدولار. اخي، يعني ملف التغيرات المناخيه سعاده السفير لن يغيب عن طاوله المفاوضات في قمه العشرين. برأيك، ألا ترى أن الوقت أصبح أكثر إلحاحا لإلزام الدول المتقدمة بتنفيذ تعهداتها لمواجهة تغيرات المناخ؟ والله حكاية الإلزام دي مسألة صعبة. الإلزام والالتزام، يعني هذه الدول يجب أن تعي أن الضرر كل الجميع. وفعلا يعني مثلا درجة الحرارة في باريس في بعض الأيام وصلت إلى 41، وهذا أمر لم يكن موجودا من قبل. فدول الكبرى ليست بمنأى عن الإصابة بمشكلات المناخ، وبالتالي فإن يعني هناك دعوة يجب أن تستمر، ويجب أن يتم الإلحاح عليها لكي تقوم هذه الدول الكبرى ذات الاقتصاد القوي بأن تتعامل مع وتخضع لتغيرات المناخ، وتخضع للقواعد التي تجعل التعامل مع المناخ ممكنا. نعم. سفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.
ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة بلغت 4.5 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%. هذا وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين وصل إلى حوالي 88.1 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة بلغت 8 مليارات دولار وبنسبة ارتفاع قدرها يصل إلى 10.1%. وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى العاصمة الهندية نيودلهي في زيارة عمل يحضر خلالها أعمال قمة قادة مجموعة العشرين. وتشارك الإمارات في القمة كضيف شرف وتعقد القمة تحت شعار أرض واحدة أسرة واحدة مستقبل واحد في العاصمة نيودلهي. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن دول مجموعة السبع تضغط على الهند لفرض نهج أحادي بشأن أوكرانيا في بيان قمة مجموعة العشرين المقبلة. وفي بيان لها أوضحت الخارجية الروسية أن الجانب الهندي يحاول الالتزام بمسار محايد بناء على التفويض الاقتصادي لبحث مجموعة العشرين. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن واشنطن على استعداد للعمل على صياغة بيان ختامي لقمة العشرين رغم التباينات بشأن حرب أوكرانيا. وفي سياق آخر أوضحت أنه لا تأثير بشكل مباشر للصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الصين على الولايات المتحدة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، معتبرة أن أهم خطوة يمكن القيام بها لتحقيق النمو العالمي هي وقف الحرب الروسية على أوكرانيا. Finance for global challenges and for crisis response. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاهتمام بالشكاوى الموجهة لكافة الجهات الحكومية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وسرعة حسمها مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، بالإضافة للعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الحكومة. جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، ولفت مدير منظومة الشكاوى الحكومية إلى تلقي ورصد 134 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر أغسطس، تم توجيه نحو 106 ألاف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونيا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقا للقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المختصة، وجاري استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 6000 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها. تتواصل فعالية التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 الذي يعد أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط بمشاركة عدد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط. تدريب عسكري عالمي
على أرض مصرية. استمرت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والذي ينفذ بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير نمطية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من أوضاع الرمي المختلفة، كما تم تنفيذ التدريب صوفت 09 لتبادل الخبرات في مجال القوات الخاصة. كما تم استعراض معدات الحرب الكيميائية من الدول المشاركة في التدريب. وشملت الأنشطة التدريبية تنفيذ مشروع لمراكز القيادة المشترك CBX الذي تضمن العديد من المحاضرات النظرية والعملية وإجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة وتبادل الخبرات والمعلومات والتدريب على صنع واتخاذ القرار، فضلاً عن مشاركة خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعدد من الأنشطة التدريبية. كما تضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية القصيرة STX التي تتناول مجابهة الطائرة الموجهة بدون طيار ومكافحة القناصة ومجابهة العبوات الناسفة والإسعافات الأولية كما تم التدريب على أعمال البحث والإنقاذ الطبي وتنفيذ عملية إخلاء طبي جوي بمشاركة القوات الجوية وعناصر من إدارة الخدمات الطبية. وتنفيذ عدد من المحاضرات في مجال الأمن السيبراني. ونفذت القوات البحرية عدداً من الأنشطة التدريبية مع نظيراتها من الدول المشاركة، تضمنت عدداً من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات القتالية وتنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار. كما قامت عناصر القوات الجوية من الدول المشاركة بتنفيذ طلعات جوية مشتركة للتدريب على أعمال القتال الجوي والتزود بالوقود في الجو، فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذي يعد من أكبر التدريبات البرية البحرية الجوية المشتركة بالمنطقة. اختتم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فعالياته عقب انعقاده على مدار 4 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة، واجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم لإيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية. شارك بالمؤتمر أكثر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم، حيث تضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة 65 جلسة حوارية شارك فيها 270 متحدثا من المصريين والأجانب.
أعرب وزير الصحة والسكان عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية تحت رعاية رئيس الجمهورية. وأشار وزير الصحة إلى مشاركة نحو 270 متحدثا مصريا وأجنبيا خلال 65 جلسة حوارية. اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي بنجاح النسخة الأولى من هذا المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الذي حظى برعاية كريمة وتشريف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدعم كبير من الحكومة متمثلة في كافة وزاراتها وأجهزتها المعنية. كما أعرب عن سعادتي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، فلولا الإرادة السياسية القوية لم نكن هنا بهذا الزخم الكبير الذي شاهدناه لنتحدث ونتناقش، لنطرح المشكلات ونبحث عن الحلول، ونستعرض التجارب ونكشف التحديات، لنصل في النهاية إلى رؤية موحدة نحو قضايا مشتركة تؤثر على مجتمعاتنا جميعاً. السيدات والسادة، على مدار 4 أيام التقينا ب 270 متحدث مصري وأجنبي في برنامج علمي تضمن 65 جلسة حوارية وبرامج تعليمية تضم 14 ورشة و33 جلسة و125 متحدث كل يوم في 31 تخصص استفاد منها آلاف من المشاركين في هذا المؤتمر. وللمزيد عن المؤتمر وأهم ما جاء فيه من أو على مدار 4 أيام متواصلة، ينضم إلينا الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. بعد التحية محمد، رامي، اطلعنا على التفاصيل وأهم ما تناوله المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. تحياتي لك ولكل متابعينا في ختام فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية. هذا المؤتمر الذي انطلق على مدار 4 أيام وأيضا به العديد من الجلسات، جاءت التوصيات في الجلسة النهائية والختامية اليوم بعدد من التوصيات والمقترحات المتعددة. إذا تحدثنا عن تعظيم دور المجلس القومي للسكان، وأيضا الحديث حول إقامة هذا المؤتمر بشكل سنوي وتحديدا في العام المقبل ما بين 21 و24 من أكتوبر في العام المقبل، وأيضا التعظيم والتوسع في الخدمات الصحية الإنجابية وتنظيم هذه الفعاليات الخاصة بالصحة الإنجابية، وأيضا التعاون الكبير مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز وأيضا ونشر الثقافة الوقائية وأيضا الثقافة الصحية الإنجابية في العديد من الأماكن وعلى كافة السبل والطرق المختلفة. أما إذا تحدثنا من خلال هذه التوصيات التي جاءت بعد أكثر من نتحدث عن 5 محاور عديدة على مدار اليوم، ما بين محور الابتكار والبحث وأيضا الاستثمار من أجل المستقبل، وأيضا إذا تحدثنا عن الاتصالات الفاعلة والإيجابية نحو تحقيق نتائج صحية إيجابية، وأيضا إذا تحدثنا عن العديد والعديد من المحاور التي أتت على مدار جلسات وورش اليوم، ونتحدث عن أكثر من 65 جلسة على مدار أيام هذا المؤتمر تحدث بها أكثر من 270 متحدث وخبراء من كافة أنحاء العالم في عدد من المجالات، منها الصحة والسكان والتنمية. وأيضا إذا تحدثنا عن إقامة المعرض الطبي العالمي على هامش هذا المؤتمر، وشارك بها العديد من الشركات وأصحاب المصالح في هذه المجالات المتنوعة، وكان لنا العديد من اللقاءات مع الخبراء الدوليين تحدثوا عن أهمية هذا الأمر والانطلاق من خلال مصر نحو إفريقيا والعالم أجمع في هذه القضايا المتنوعة ونحو التنمية المستدامة التي كانت على رأس أولويات ومن العناوين الرئيسية في كافة الجلسات الخاصة بهذا المؤتمر. هذا هو المشهد الختامي للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وعودة إليكم. شكرا لك رامي محمد، كنت معنا من العاصمة الإدارية الجديدة. إن دعوتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة
ومدروسة تجاه كافة القضايا على جميع المستويات. قال زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني إن الطلاب المشاركين اقترحوا تعزيز الفرص التنافسية في الانتخابات الطلابية، كما طالبوا بتوفير مقرات ومضاعفة الميزانية. وتم تقديم اقتراح بحصول الطلاب والموظفين على دورات تدريبية لتكون لديهم قدرة على الإدارة. فيما يخص الاتحادات الطلابية، الطلاب اقترحوا أنهم عايزين تعزيز الفرص التنافسية في الاتحادات الطلابية، عايزين مقرات ليهم للاتحادات الطلابية، عايزين الموازنة بتاعت الاتحادات الطلابية تبقى معاهم وتضاعف، ان هم يبقوا مسؤولين عنها فيعرفوا يودوا الحتة دي هنا، يعادوا يودوا الحتة دي هنا. كمان في اقتراح عظيم يعني وانا يعني وقفت عنده كتير، ان هم عايزين الاتحادات الطلابية في جامعات مصر وموظفين رعاية الشباب ياخدوا دورة او تدريب في الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب بعد ما يفوزوا على طول، فده بيصنع معاهم ان هم يبقوا قيادين لديهم قدرة على الإدارة لما بياخدوا هذا البرنامج. واظن التوصية دي هتبقى مهمة جدا وباذن الله تجمل فيها التوصيات النهائية للحوار الوطني او لجنة الشباب. فيما يخص التمكين السياسي، القوى السياسية والحزبية النهاردة بصراحة عملت حاجة عظيمة للغاية، ان هي ارسلت امناء الشباب وكل اللي جايين من الاحزاب المصرية شباب، فالنهارده بيتكلموا على دور العمل السياسي، ازاي نعمل عمليه التمكين السياسي. طبعا الدوله المصريه في حقيقتها في العقد الاخير تحديدا حققت انجازات عظيمه فيما يخص امثله زي تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين والبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب ونواب المحافظين ومساعدين الوزراء ونواب الوزراء وكل هذه الاشكال من اشكال الدعم، لكن هم هنا برضو محتاجين برضو دعم اكتر، ومحتاجين يعني طمعانين في كرم سياده الرئيس ان يدعم هذا الاتصال على طول، ان يبقى عندنا نماذج طول الوقت من التمكين السياسي ونعملهم عمليه التدريب والتاهيل في الاول وبعدين نعملهم عمليه التمكين السياسي. قال الشريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ إن 60% من تعداد السكان في مصر من الشباب. وأضاف الجابري أن هناك اقتراحا بزيادة في موازنة وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي يتم تخصيصها من أجل أنشطة الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات. إحنا 60% من تعداد السكان هو شباب، فبرضو التحديات كبيرة والموضوع مش بسيط ومش سهل، لأن كل اللي احنا بنتكلم فيه في النهاية بيترجم لتكلفة مالية، وده بيبقى عبء على الموازنة بتاعت الدولة في ظروف اقتصادية صعبة بيمر بيها العالم كله. فبرضو عشان كده أنا قلت في الأول أن الطموح طبعا شيء جيد وشيء محمود، ولكن في حاجة للتوجيه علشان الريتم يبقى متماشي مع سياسات الدولة المالية. ما هو احنا دلوقتي اللي احنا بنطالب بيه ان احنا تدريجيا يبقى في زياده في موازنه وزاره التعليم العالي ووزاره التربيه والتعليم لتخصص للانشطه الطلابيه والاتحادات الطلابيه سواء كان في المدارس او في الجامعات، دي كخطوه اولى. قال الفنان محمد رياض اننا بحاجه الى مناقشه مشكلاتنا في مختلف قطاعات الدوله والبحث عن حلول من اجل التطوير والتقدم. واضاف انه من الجيد ان تحرص الدوله على الحوار مع مختلف القطاعات، موجها الشكر الى كل القائمين على الحوار الوطني. احنا محتاجين نقعد نتكلم مع نفسنا، كل قطاعات الدوله تتكلم وتناقش مشاكلها ونحاول نجد حلول للتطوير، وده شيء عظيم جدا، وده نهج يعني محمود جدا من الدولة، وإنها تسمع كل الناس وتسمع كل قطاعات الدولة وكل المهن إيه مشاكلها عشان توصل لحل، وإحنا مش هنتقدم غير بالشكل ده. فأنا بشكر طبعا 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 جدا القيادة السياسية والقائمين على الحوار الوطني ده، يا رب إن شاء الله مخرجات الحوار الوطني دي تخرج بحاجات تفيد البلد. أوضح دكتور أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية أنه تحدث في جلسة المسرح في عدة محاور، منها الاهتمام بمسرح القطاع الخاص. كما تطرق رئيس نقابة المهن التمثيلية إلى كيفية الحفاظ على المسرح من خلال المبدعين خاصة، وإن المسارح بوجه عام بحاجة إلى كوادر جديدة. أنا كلمت في عدة محاور، أهمها الاهتمام بمسرح القطاع الخاص، وخاصة أن معظم مسارح القطاع الخاص مقفولة، وقلت على من تقع هذه المسؤولية. أيضا اتكلمت عن كيفية الحفاظ على المسارح من خلال المبدعين. النهاردة عدم تعيين خريجين المعاهد والكليات المتخصصة في مسارح الدولة والقطاعات المختلفة بيؤدي إلى تجريف
انا النهارده فرقه زي فرقه رضا والفرقه القوميه، السيرك القومي، مسرح العرايس، مسرح القومي، المسارح كلها بشكل عام محتاجه اجيال من الشباب تتعين تاني عشان يبقى في دماء جديده، وايضا الخريجين اللي درسوا وضيعوا عمرهم كلهم في دراسه الفن يستفاد بيهم لصالح الدوله. ايضا اتكلمت على ازاي نستفيد من قانون الهيئات الرياضيه اللي بتسمح بيه النوادي بتدفع 25% من قيمه الكهرباء والميه، ازاي ده ينعكس على المسارح بحيث نقدر نشجع المسارح ودور العرض في انها تستمر في ظل التحديات الاقتصاديه اللي موجوده. قال الفنان طارق صبري إن جلسة صناعة الدراما والسينما بالحوار الوطني شهدت طرح ومناقشة مقترحات جادة، وأوضح إن صناعة الثقافة أصبحت من الأولويات لدى القيادة السياسية والدولة بوجه عام، وهي تؤثر على المحاور والصناعات الأخرى. النهارده أنا حضرت في مقترحات جادة جدا اتقالت في الجلسة اللي فاتت اللي هي جلسة صناعة الدراما والسينما، شفت ان في مقترحات كانت بتتقال من جلسات اخرى اتحطت قيد التنفيذ. بدأت افهم ان صناعة الثقافة بقت عاملة في انهي منطقة في الاولويات بالنسبة حتى للرؤية للقيادة السياسية في مصر، ومدى تشابكها الحقيقي جدا جدا. يعني هي النهاردة محطوطة في المحور المجتمعي، انا بقول ان هي بتؤثر على المحور الاقتصادي وتؤثر على المحاور الاخرى، لانها صناعه انا بشوفها من الصناعات الثقيله الحقيقه، يعني ويمكن ناس كده هتختلف معايا في ده، بس انا بشوف ان صناعه ثقافه سواء صناعه الدراما، صناعه السينما، صناعه المسرح، هي من الصناعات الثقيله اللي محتاجه جهد، محتاجه ناس عندهم يعني ولاء كبير جدا للي بيعملوه. قال الفنان عزوز عادل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الدولة حريصة على دعم الفن جيدا، وهو ما يتضح من خلال الحوار الوطني. كما أوضح الفنان عزوز عادل مدى اهتمام الدولة بكل التفاصيل التي تتعلق بالمثقف المصري سواء كان شاعرا أو ممثلا أو موسيقيا. عندنا الدولة بتدعمك بشكل كويس، الدولة بتقول لك اشتغل، الدولة بتقول لك اعمل، وده واضح من خلال الحوار الوطني. ان احنا طول الوقت الدولة كانت بتهتم بالثقافة، بتحط استراتيجية، بتحط خطة، لكن اللي انا شايف في الحوار الوطني ان هي مهتمية بتفاصيل المثقف المصري سواء فنان، سواء شاعر، سواء كاتب، سواء فنان تشكيلي، سواء موسيقي، يعني تفاصيل. هي بتقول لك انت كفنان تعال قول لي انت عايز ايه، احلامك ايه، ايه المعوقات اللي موجودة، ايه التحديات اللي موجودة، وقول لي ايه توصياتك او مقترحاتك اننا ازاي اعملها. فدي خطوة كويسة جدا. نددت وزارة الخارجية الأوكرانية بانتخابات تنظمها روسيا في أرض أوكرانية تسيطر عليها موسكو. وتنظم روسيا انتخابات إقليمية بما في ذلك 4 مناطق أوكرانية لا تخضع لسيطرتها الكاملة، هي دوناتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخرسون. وصرحت كييف أن الانتخابات في الأراضي الأوكرانية تنتهك بشكل صارخ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما تخالف القانون الدولي. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده لن تعترف أبدا بضم روسيا لأي أراضي أوكرانية. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن روسيا تجري انتخابات وصفتها بالصورية في المناطق التي سيطرت عليها من أوكرانيا. وقال بلينكين إن تصرفات روسيا تظهر تجاهلا صارخا لمبادئ وميثاق الولايات المتحدة مثل احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها والتي تدعم الأمن والاستقرار العالميين. مشاهدينا الكرام، ننتقل بكم إلى نيويورك مباشرة لمتابعة جلسة لمجلس الأمن الدولي حول آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. العامة قرارا أدان محاولة روسيا بالدمغ المشروع للمناطق الأوكرانية، سواء أعجب ذلك روسيا أم لا، فدونتس وخيرسون ولوهانس وزابوريجيا بالإضافة إلى القرم وسيفاستوبول هي وستبقى
جزءا لا يتجزأ من أوكرانيا. من خلال تنظيم انتخابات في الأراضي الأوكرانية تقوم روسيا بالاستهزاء بمنصبها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي قامت بتهديد وترهيب المدنيين للتصويت في انتخابات صورية في أمل بإضافة مشروعيات على احتلالها وقمعها للمقاومة الأوكرانية. هذه الانتخابات نظمتها القوى القائمة بالاحتلال، وهي تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي واتفاقيات جنيف. كل الأراضي التي تجري فيها الانتخابات المزعومة قد شهدت جرائم حرب. السادسة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. كوريا الشمالية تكشف عن أول غواصة هجومية نووية تكتيكية، وسيول تتهمها بالمبالغة في قدراتها العسكرية. أعلنت كوريا الشمالية أنها صنعت غواصة نووية تكتيكية هجومية، ويأتي ذلك في إطار جهود كوريا الشمالية لتعزيز قواتها البحرية، حيث ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مراسم الكشف عن الغواصة الجديدة. وقال كيم إن الغواصة جزء من جهود الدفع قدما نحو التسليح النووي للبحرية في المستقبل. إصدار آليات عسكرية وإجراء تجارب نووية جديدة، هذه هي خطوات كوريا الشمالية نحو توفير ردع عسكري لخصومها. آخر إصدارات بيونغ يانغ من الآليات العسكرية الرادعة غواصة هجومية نووية تكتيكية، أعلنت أنها بنتها حديثا ضمن مساع لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدفاع عن البلاد في حال أي هجوم يشنه أحد الأعداء. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حضر حفل إطلاق الغواصة التي تستطيع شن هجوم نووي تحت الماء لتعزيز الردع النووي للبلاد. كيم الذي شدد على أن تسليح البحرية بأسلحة نووية أصبح مهمة عاجلة، أشار إلى الخطط الاستراتيجية والتكتيكية الهادفة إلى التعزيز المستمر لعملية تحديث القوات. وقد أطلق على الغواصة اسم هيرو كيم كون أوك، وقد لحقها خلال الحفل أسطول ينفذ دوريات في المياه بين شبه الجزيرة الكورية واليابان. وقد أثار تدشين الغواصة تنديدا من كوريا الجنوبية واليابان، حيث صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني بأن النشاط العسكري لكوريا الشمالية يشكل تهديدا خطيرا ووشيكا لأمن بلاده أكثر من أي وقت مضى. ولكن بيونغ يانغ ترى أن إطلاق الغواصة هو بداية فصل جديد لتعزيز قوتها البحرية لمواصلة تعزيز الردع النووي للدولة من حيث الجودة والكمية، معتبرة نفسها تتقدم بسرعة فائقة من أجل السلام والأمن الإقليميين والعالميين. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي. وقام المركز بالتواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي. وشددت الوزارة على استمرار خطباء المساجد في إقامة الشعائر الدينية المختلفة بما فيها أداء خطبة الجمعة دون الاستغناء عن أي منهم، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دورية لتأهيل وتدريب الأئمة، وذلك بهدف تأهيلهم، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. في إطار جهود الدولة لبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحث وزير الري هاني سويلم مع سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه. وخلال اجتماع افتراضي تم استعراض مجالات التعاون المتعددة بين مصر والاتحاد الأوروبي مع النظر في إدراج عدد من الموضوعات للتعاون الجديد، مثل التوسع في التحول للري الحديث بمراكز مبادرة حياة كريمة. تستضيف جامعة حلوان وفود الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات الذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 14 من سبتمبر الجاري. مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم وافتنا بهذه الرسالة.
نعم، بعد التحية في إطار سلسلة أنشطة مبادرة حياة كريمة، المبادرة الرئاسية وتحت رعاية وزارة التعليم العالي، انطلقت فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد 13، والذي تستضيفه جامعة حلوان خلال الفترة من 8 حتى 14 من سبتمبر الجاري. وفي هذا الإطار استعدت جامعة حلوان لاستقبال الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، وأيضا لاستضافة أسبوع شباب الجامعات عن طريق التأكد من جاهزية كل المرافق والخدمات المتواجدة داخل الجامعة، وأيضا التأكيد على جاهزية مجمع الفنون والثقافة والذي يحتوي على أكبر مسارح القاهرة إلى جانب القاعة الرئيسية والتي ستستضيف حفل الختام وحفل أيضا وفعاليات المختلفة، سواء كانت الفعاليات الثقافية أو الفنية أو الاستعراضية، أيضا إلى جانب التأكد من جاهزية الملاعب الرياضية والتي ستستضيف المسابقات الرياضية التي سيتنافس فيها طلاب الجامعات المصرية. إذا تحدثنا عن فعاليات هذا الأسبوع، فهناك عدد كبير من الفعاليات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة عن طريق نشر التوعية بين شباب وطلاب الجامعات بأهمية هذه المبادرة وما تقوم به من تغيير حياة المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية، أيضا التركيز على جهود المبادرة خلال السنوات الماضية وأيضا ما سيتم خلال السنوات القادمة، إلى جانب تعريف الشباب وفتح الباب أمام من يرغب للالتحاق بالبرامج المختلفة والتي تخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة كبرنامج فاليو. أيضا إلى جانب هذه الفعاليات الخاصة بمبادرة حياة كريمة، سيتم إقامة عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية تنافس فيها الشباب من أجل تعزيز روح التنافس والتواصل أيضا بين شباب الجامعات المختلفة. أيضا على هامش الأسبوع استقبلت جامعة حلوان وفود نشاط الجوالة من 25 جامعة بإجمالي 500 طالب وطالبة، وهذا يأتي في إطار الفعاليات المختلفة الخاصة بأسبوع شباب الجامعات 13. أما إذا تحدثنا عن حفل الافتتاح فسيكون بمشاركة أكثر من 170 طالب وطالبة، وأيضا يشارك في طابور الأعلام أكثر من 50 طالبة، وتعبر العروض الرياضية التي يتم تقديمها في حفل الافتتاح عن 3 حقب زمنية، وهي مصر القديمة والوسطى وصولا للجمهورية الجديدة. بشكل عام يعتبر أسبوع شباب الجامعات والمعاهد 13 بمثابة مناسبة قومية لطلاب الجامعة، يلتقي فيها المتميزون من الشباب بهدف تعزيز التواصل بين الشباب لبناء كوادر قادرة على التنافس والقيادة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز من قدرات الدولة على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع الجهات الفاعلة في المجتمع، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التحالف الوطني ووزارة الشباب والرياضة للاستفادة من مراكز الشباب لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية الخاصة بمبادرة التحالف الوطني. قوة التحالف الوطني ومؤسسات وزارة الشباب والرياضة وعمل وزارة الشباب والرياضة الخاص بالشباب والمؤسسات المختلفة، سيما مراكز شباب مصر اللي موجودة في كل مكان، نقدر نخدم أكتر أهالينا ومجتمعنا للبرامج والأنشطة اللي بتقدم للأسرة المصرية. توقيع النهاردة هيخلي يبقى عندنا مبادرات أكتر لتنمية الشباب دول وتنمية المتطوعين وتمكينهم اقتصاديا وتدريبهم واكتشاف كمان مواهبهم ومهاراتهم، لأن الحقيقة
القطاع المتطوعين ده قطاع يعني غني جدا بالمواهب وغني بالقدرات. تم توقيع البروتوكول بغرض تنسيق كافة الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها، وحرصا على تقوية روابط التعاون ووضعها في إطار الشكل الرسمي من خلال بروتوكول لوضع آلية عمل مشتركة تضمن تفعيل التعاون واستدامته. بموجب هذا البروتوكول هيبقى في تعاون في استغلال أو استثمار المدن الشبابية بشكل كبير جدا، استثمار لمراكز الشباب، هيبقى في تعاون على الأرض في كل الفعاليات اللي بتعملها. احنا بنبدأ مع وزارة الشباب والرياضة مع التحالف الوطني ان احنا نبدأ نعمل مشروعات خاصة بالشباب وتفعيل دور الشباب في المشاركة المجتمعية بشكل إيجابي وبشكل رسمي. كجمعيات بنحتاج دايما ان احنا نعمل فعاليات كتير جدا في المحافظات، سواء كانت فعاليات مساعدات أو قوافل طبية. النهاردة بنوقع بروتوكول علشان نقدر نستغل مقرات ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية في تغطية هذه الفعاليات. التعاون يكمن في وضع استراتيجية مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وأعضاء التحالف الوطني ترتكز على التنسيق الشامل الذي يهدف إلى تمكين كافة المستهدفين من خلال الخطط والبرامج والمشروعات القومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم والتمكين بكل صوره وتحسين جودة حياة المواطن المصري. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية فعالية مبادرة التعليم حياة بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بالمحل. تأتي المبادرة بهدف تنمية مهارات الشباب من طلاب المرحلة الثانوية، حيث تستهدف تدريب المعلمين والطلاب على التعامل مع التكنولوجيا ومنحهم شهادات معتمدة. تواصل مبادرة حياة كريمة دورها في كافة محافظات الجمهورية من أجل النهوض بحياة المواطنين في كافة القطاعات، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لكافة المواطنين. في محافظة الغربية أطلقت مؤسسة حياة كريمة فاعلية مبادرة التعليم حياة بإحدى المدارس الثانوية بمدينة المحلة بهدف تنمية مهارات الشباب من طلاب المرحلة الثانوية، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. الفعالية بتستهدف بعض الأنشطة الحركية اللي بتنمي روح التعاون لدى الطلاب والعمل بروح الفريق. في الإطار ده بيتعرضوا لأسئلة تخص المهارات التكنولوجية بيجاوبوا عليها خلال مراحل الأنشطة اللي بتحصل النهاردة. ده طبعا من ضمن فعاليات مسابقة أشبال مصر الرقمية. جايين نازلين بفعاليات تعليمية لأبنائنا طلبة المراحل التعليمية مختلفة، بنعمل لهم تدريبات ورفع قدرات على الشغل على المنصات الإلكترونية وإزاي بنشتغل على مع التكنولوجيا والمواكبة للتطورات الحديثة. تهدف مبادرة التعليم حياة إلى دعم الطلاب بقرى الريف المصري ونشر ثقافة التعليم الرقمي بقرى حياة كريمة، وذلك في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة التي تشهدها الدولة، وأصبح التحول الرقمي موجودا وبقوة في كافة أوجه الحياة للمواطنين. كانت تجربة لطيفة جدا، بما أننا احنا دلوقتي لعبنا ثلاث ألعاب. الثلاث ألعاب دول كانوا بيعتمدوا على أنهم بيطوروا علينا شوية، لأن احنا بنشتغل في تيم وورك، عمل جماعي. فاتعرفت على ناس ثانية من محافظة، مش من الغربية بس، لأ من محافظة كفر الشيخ. تعلمنا ازاي نشتغل مع بعض، يبقى احنا عندنا حاجة اسمها روح الفريق، محدش يشتغل كده لوحده. أنشطة جميلة جدا، خلتنا نتعلم ازاي اتعاون مع زملاتي وتعلمنا حاجات من هو الروح الرياضية والاستمتاع بالوقت اللي احنا قضيناه هنا. وتعد مبادرة التعليم حياة داعما وبقوة لمحور بناء الإنسان والاهتمام بالتعليم كعنصر أساسي من عناصر بناء الإنسان، حيث تستهدف تدريب المعلمين والطلاب على التعامل مع التكنولوجيا ومنحهم شهادات معتمدة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وعن آخر أخبار المال والأعمال من نشرة السادسة، بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة مرنا إيهاب. إليك مرنا. شكرا لكم محمد وأميرة، والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. شاء
شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تسليم رخصة ذهبية لأربع شركات، من بينها ثلاث شركات تعمل بالمنطقة الصناعية بالسخنة قريبا وأخرى بمدينة السادات. وتأتي رخصة الذهبية في إطار الحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، كما أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط، حيث يوازن المستثمرون بين تأثير كل من المخاوف حول وضع الاقتصاد الصيني وتخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا. وصعدت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة تقدر ب 8% مسجلا 90.64 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة تقدر ب 73% ليصل إلى 87.5 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة تقدر ب 0.7% لتصل إلى 3.29 دولار للتر، بينما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تقدر ب 1.71% لتسجل 2.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في شهر أغسطس إلى أدنى مستوى خلال عامين. وأعلنت الفاو أن مؤشرها الأسعار الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم بلغ في المتوسط 121.4 نقطة في شهر أغسطس مقابل 124 نقطة معدلة في الشهر السابق. كما أوضحت المنظمة أن انخفاض المؤشر ككل يعكس انخفاض أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية واللحوم والحبوب، رغم قفزة مؤشرها للأرز إلى أعلى مستوى له في 15 عاما عقب القيود التي فرضتها الهند على الصادرات. أعلنت وزارة المالية اليابانية تسجيل فائض قياسي في حساب المعاملات الجارية في يوليو، مما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد. وبلغ فائض حساب المعاملات الجارية 18.8 مليار دولار في يوليو، متجاوزا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز. ووفقا لبيانات المالية اليابانية، فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض. وعلى مدار العام الماضي عكست بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام. قال مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة والسعودية والهند ودول أخرى تجري مباحثات بشأن اتفاق محتمل للبنية التحتية يمكن أن يعيد رسم حركة التجارة بين الخليج ومنطقة جنوب آسيا، بحيث يربط دول بالشرق الأوسط عبر السكك الحديدية ثم يربطها بالهند عن طريق المواني. تأتي خطط الاتفاق الواسع متعدد الجنسيات للمواني والسكك الحديدية في وقت حرج، إذ يروج بايدن لواشنطن كشريك ومستثمر بديل بالبلدان النامية في مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصيني العالمية للبنية التحتية. تراجع اليوان الصيني في التعاملات الخارجية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار، إذا أدى خفض السعر المرجعي اليومي للعملة المدارة إلى تأجيج الرهانات على أن الصين قد تسمح بالانخفاض التدريجي في قيمة العملة. وهبطت العملة الصينية إلى نحو 7.36 يوان مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الخارجية، متجاوزة المستوى البالغ 7.35 وقريبة من أضعف مستوى منذ إنشاء سوق اليوان الخارجية في عام 2010. We'll be right back.
انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم محمد وأميرة. شكرا لك ميرنا. من أخبار الاقتصاد إلى عناوين ختام نشرة السادسة. الرئيس السيسي يصل إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين، ومن المقرر أن يركز على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية. بمشاركة أكثر من 8000 مشارك من مصر والعديد من دول العالم، المؤتمر العالمي للسكان يختتم أعماله بالعاصمة الإدارية الجديدة. كييف تدين الانتخابات الروسية في المقاطعات التي تسيطر عليها، وواشنطن تؤكد أنها لن تعترف بضم موسكو لأي أراضي أوكرانية. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.